بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي مهندس أحمد محمد السمكاني. إن شاء الله هنستكمل سلسلة فيديوهات Thermodynamics من خلال كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليونا شينجل آند ميشيل بولز، الإصدار الثامن. إن شاء الله النهاردة أيتم 5.3 هنتكلم فيه أو هنبدأ فيه في الـ Energy Analysis للـ Open Systems أو الـ Control Volumes، زي ما اتكلمنا في شابتر 4 على الـ Energy Analysis للـ Closed Systems. بالنسبة للـ Energy Analysis في الـ Open System، عندنا الـ Open System زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن System بيحصل كروس للـ Boundary بتاعة السيستم عن طريق ماس، سواء دخول أو خروج من السيستم بتاعي. الموضوع ده بيتم عن طريق يا إما steady process، ان الماس بتدخل وتخرج steadily، او unsteady process، يعني الماس بتدخل او تخرج unsteadily من السيستم. هنبدأ نتكلم الاول النهارده، هنبدأ مع ال steady flow systems، وبعد كده ان شاء الله في نهاية الشابتر هنتكلم على ال unsteady flow systems. زي ما اتكلمنا قبل كده عن ال steady flow، قلنا اللي هو الفلو بيتم مع ثبات الـ Properties بتاع السيستم مع الـ Time، وبالتالي زي ما قلنا برضه قبل كده كل نقطة من نقط السيستم مع تغير الزمن بيبقى عندها كونديشن معينة بتفضل ثابتة عند القيمة دي، والتغير فيها مع الزمن بيكون بيساوي صفر. بالنسبة للـ Open Systems زي ما اتكلمنا قبل كده في الـ Closed System كنا بنتكلم على الـ Energy Balance بس، لأن أنا ما كانش عندي ماس بتدخل وتخرج من السيستم. في الـ Open System لا، أنا عندي في ماس بتدخل وتخرج من السيستم، فبالتالي لازم في عشان أعمل Analysis للـ Open System أعمل ماس Balance و Energy Balance. بالنسبة للـ Steady Flow System، لو جينا عملنا Mass Balance زي ما خدنا من محاضرتين، أخدنا الـ Mass Conservation وقلنا إن الـ M dot in ناقص الـ M dot out بتساوي التغير في الـ Mass بتاعة الـ Control Volume بالنسبة للزمن. وقلنا دلوقتي بما ان ده ستيدي فلو، فبالتالي التغير في الماس بتاع الكنترول فوليوم مع الزمن بتساوي صفر، اذا الام دوت ان هتساوي الام دوت او، حتى لو انا عندي اكتر من دخل واكتر من خارج، فبالتالي سميشن الام دوت ان لازم يساوي سميشن الام دوت اوت، طبعا الوحده بكيلو جرام بير سكند. ده بالنسبة للماس بالانس للأوبن سيستم. طيب لو اتكلمنا على الانرجي بالانس، بالنسبة للانرجي بالانس عندنا الـ E دوت إن ناقص الـ E دوت أوت بيساوي التغير في الانرجي بتاعة السيستم بالنسبة للزمن. وما إن التغير في الانرجي بتاعت السيستم بالنسبة للزمن بصفر في حالة الـ Steady Flow، إذا الـ E dot in لازم تساوي الـ E dot out، مجموع الـ Energy اللي داخلة السيستم لازم تساوي مجموع الـ Energy اللي خارجة من السيستم، أيا كان شكل الـ Energy، ممكن يكون على شكل Heat، ممكن يكون على شكل Work، أو ممكن يكون الـ Energy اللي داخلة مع الماس اللي داخلة السيستم. فبالتالي هلاقي ان انا ممكن اعوض في المعادله دي ان انا اشيل ال E dot N واحط بدلها ال Q dot N الهيت ترانسفير ليلة داخل السيستم زائد ال W dot N بالاضافة لل M dot في الثيتا اللي هو الماس او الانرجي بتاعة الماس اللي داخلة السيستم. الكلام ده هيساوي ال Q dot اوت اللي هي الـ E dot out هتساوي الـ Q dot out زائد الـ W dot out زائد الـ M dot في الثيتا out.
وتبقى دي المعادلة العامة بتاعة الـ Energy Balance في حالة الـ Open System، طبعا مع Steady Flow. ممكن نكتب المعادلة دي بشكل تاني. لو أنا عندي الـ Q dot net بتساوي الـ Q dot in ناقص الـ Q dot out، و الـ Work dot net out بيساوي الـ Work dot out ناقص W dot in. دي كده الـ Q dot net in. وبالتالي أقدر لو أنا وديت الـ Q out ناحية دي بتغيير الإشارة، فبالتالي هيبقى عندي Q dot net in ناقص، هجيب الـ Work out الناحية التانية بتغيير الإشارة هيبقى بالسالب، هيبقى سالب Work out زائد الـ Work in اللي هو minus W dot net out. الكلام ده هيساوي الـ M dot في theta out، وهجيب الـ M dot theta in الناحية التانية بتغيير الإشارة، يبقى تبقى M dot عامل مشترك في theta out ناقص theta in، وبالتالي هيساوي الـ M dot theta out اللي هي الـ H out زائد الـ kinetic energy out زائد الـ potential energy out، والثيتا ان هي نفس القيم بس اللي داخله للسيستم. فاقدر اشيل الثيتا اوت ناقص الثيتا ان واحط بدلها اتش اوت، هسميها وليكن اتش 2 ناقص الاتش ان اللي هي اتش 1، الكلام ده زائد الكاينيتيك انرجي اللي هي نص في سكوير، يعني بتساوي الفي 2 سكوير ناقص الفي 1 سكوير على 2 زائد الجي في الزد 2 ناقص الزد 1. يبقى كده ده شكل المعادلة الأساسية بتاعة الـ Energy Balance، والوحدة بتاعتها طبعا بالكيلو وات أو بالوات. لو انا عايز اجيبها بير يونت ماس، وبالتالي هتبقى الكيو ناقص دبليو اللي هو الورك، هيساوي هقسم هنا على الام دوت، يبقى اتش 2 ناقص الاتش 1 زائد الفي 2 سكوير ناقص الفي 1 سكوير على 2 زائد الجي في الزد 2 ناقص الزد 1. طبعا دي المعادلة هنا تبقى بالجول أو بالكيلو جول لكل كيلو جرام. في بعض المسائل هتقابلنا هيبقى بالنسبة لنا قيمة التغير في البوتنشال انرجي والتغير في الكاينيتيك انرجي نيجليجابل، فبالتالي هتبقى كيو ناقص الدبليو بيساوي دلتا الاتش. طبعا لما كنا شغالين في الكلوز سيستم كان الـ Q ناقص الـ W بيساوي دلتا الـ U في حالة إهمال الـ Kinetic والـ Potential Energy. طيب نشوف بقى إيه هي الـ Devices اللي بتشتغل بناء على الـ Steady Flow System. الـ Steady Flow Devices، أول نوع من أنواع الـ Devices اللي معانا بتشتغل بناء على الـ Steady Flow System هي الـ Nozzles والـ Diffuser. الـ Nozzles مبدئيا الـ Steady Flow Devices هي الأجهزة اللي احنا بنقدر إن احنا نعتبر إن الفلو فيها بيبقى Steady Flow، لأن هي بتشتغل لمدة زمنية طويلة تحت نفس الـ Conditions، وبالتالي مفيش تغير في الـ Conditions مع الـ Time،
فبالتالي بنعتبرها ستيدي فلو. طبعا بعد مرحلة الستارت اب، يعني بيبقى أي جهاز في فترة كده زمنية في البداية، في بداية تشغيله بيبدأ عندها ياخد شوية وقت لحد ما يوصل للكونديشن اللي هو بيبقى شغال عليها. أول ما بيوصل للكونديشن دي بيفضل ثابت عند الكونديشن بتاعته طول فترة الشغل بتاعه لحد ما أبدأ إن أنا أفصله وأبدأ أشغله من أول وجديد. فبالتالي الديفايس دي طالما خلاص وصل عدى مرحلة الستارت اب بيبدأ يشتغل تحت كونديشن ثابتة لمدة زمنية طويلة، وفي الحالة دي بقول عليه ستيدي فلو ديفايس. خلال المحاضرة دي المحاضرتين التلاتة الجايين هنتكلم فيهم على بعض أنواع الستيدي فلو ديفايسز والمهمين جدا بالنسبة لنا في علم الثيرموداينامكس. أول حاجة أو أول ديفايسز هنتكلم فيها النهاردة هي النوزلز والديفيوزرز. النوزل هو عبارة عن ديفايس بالشكل ده، بيمر في الفلو بسرعة معينة، وليكن الكروس سيكشن الأولاني ده اللي هو الإنلت بتاعي هسميه واحد، والكروس سيكشن بتاع الإكزيت هسميه اتنين. لو تلاحظ هتلاقي الكروس سيكشن بتاع النوزل بيقل في اتجاه سريان الفلو، وبالتالي ده بيأثر ان السرعة V1 سرعتها بتزيد مع اتجاه السريان لحد ما بيطلع عند V2 قيمته بتكون اكبر من ال V1. وبالتالي هنلاقي ان النوزل هو ديفايس بيزود الفلوسيتي بتاعة الفلو، ديفايس بيزود الفلوسيتي بتاعة الفلو. علشان يزود الفلوسيتي بتاعة الفلويد بيعتمد على ال continuity equation أو ال conservation of mass. طالما ال m اللي داخلة هي نفسها ال m dot اللي خارجة، طالما ال m dot اللي داخلة هي نفسها ال m dot اللي خارجة، فبالتالي هنلاقي m dot 1 بتساوي ال m dot 2. اتكلمنا على الماس فلويد في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها، قلنا إن الماس فلويد بتساوي رو في ال V في ال A. بقى عندي رو واحد V واحد A واحد هتساوي رو اتنين V اتنين في ال A اتنين. لو افترضنا إن احنا عندنا incompressible flow وبالتالي رو واحد و رو اتنين متساويين يطيروا مع بعض، هتبقى عندي ال V واحد A واحد بتساوي ال V اتنين في ال A اتنين. إذن ال V واحد على ال V اتنين بتساوي ال اتنين على ال A واحد. نفهم من هنا ان ال V بتتناسب مع ال area تناسب عكسي، وبالتالي كل ما ال area بتقل كل ما السرعة بتزيد. ده اللي بيحصل هنا بالظبط، النوزل ال cross section area بتاعتها بتقل، وبالتالي سرعة الفلويد اللي داخل بتزيد لحد ما يوصل لل exit condition. بما ان السرعة زادت طبعا فور نوزل هنلاقي ان الاريا decreases and so لذلك الفلوستي increase. بما ان ال velocity increases اذن النوزل increases the kinetic energy of the flow.
بتزود الكاينيتيك انرجي بتاعت الفلو. طيب الديفيوزر، الديفيوزر هو عكس النوزل، هو عبارة عن ديفايس الكروس سيكشن اريا بتاعه بيزيد في اتجاه الفلو، وبالتالي السرعة بتقل. نتيجة ان السرعة بتقل ده بيؤدي ان البريشر بيزيد، هو بيزود البريشر بتاع الفلويد عن طريق ان هو بيبطئه. كل ما يبطئ الفلويد كل ما الضغط بتاع الفلويد بيكون اعلى. فهو نفس المنطق برضه بتاع النوزل، بس هنا العكس، الاريا بتزيد يبقى فور ديفيوزر. عندنا الاريا ايه انكريزز، لذلك السرعة في decreases، وبالتالي إذا الديفيوزر decreases the kinetic energy and increases the pressure of the flow. ده كده diffuse. طيب لو فكرنا شوية سوا، احنا عارفين ان من القانون الاول للثيرموداينامكس، الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صوره الى اخرى. عندي هنا الفلو بيدخل، سرعته بتزيد، وبالتالي الكاينيتيك انرجي بتزيد. الزياده في الانرجي دي جت منين؟ لازم تكون جت من حاجه معينه. الكاينيتيك انرجي الزياده فيها نتيجة إن أنا التمبريتشر بتاعة الفلويد اللي داخل بتقل، فبالتالي الانترنال انرجي بتاعته بتقل، فبالتالي في العملية في النوزل داخل النوزل أنا زودت الكاينيتيك انرجي على حساب الانترنال انرجي أو نتيجة نقص الانترنال انرجي. العكس في الديفيوزر، أنا هنا ببطأ الفلويد سرعته بتقل، الكاينيتيك انرجي بتاعته بتقل، وبالتالي بتتعوض او بتروح على شكل ان التمبريتشر بتاعه الفلويد بتزيد، فبالتالي الانترنال انرجي بتاعه الفلويد بتزيد. ودي اجابه على السؤالين رقم 523 و 524. هنلاقي السؤال 523 و 524 بيقول 523 a diffuser is an adiabatic device that decreases the kinetic energy of the fluid by slowing it down. What happens to this lost kinetic energy? Kinetic energy المفقودة دي بتروح فين؟ بتتحول ل internal energy عن طريق ان temperature بتاعة الفلويد بتزيد. طيب 25 سي، الكاينيتيك انرجي للفلويد بتزيد as it is accelerated in an adiabatic nozzle. جوه النوزل السرعة بتزيد، فبالتالي الكاينيتيك انرجي بتزيد. الانرجي دي بتيجي منين؟ لازم يكون في مصدر بيديني الانرجي دي. المصدر هنا هو الانترنال انرجي نتيجه ان التمبريتشر بتاعه الفلويد بتزيد، فبالتالي بتتحول الانترنال انرجي الى كاينيتيك انرجي بتزود سرعه الفلويد. طيب السؤال 525 سي، سؤال تقريبا في نفس السياق، بيقول is heat transfer to or from the fluid desirable as it flows through a nozzle. لو انا في خلال النوزل عملت heat transfer الى او من الفلويد، هل ده مرغوب فيه
ولا لا؟ طبعا انا في النوزل محتاج ان انا ازود الكاينتيك انرجي، ازود سرعه الفلويد، فبالتالي محتاج كميه من الانرجي كبيره علشان اقدر ان انا احولها لكاينتيك انرجي. ف كل ما كانت الكاينتيك انرجي اعلى، كل ما كان الفلويد اللي هيخرج اسرع. فبالتالي انا محتاج لو انا دخلت هيت ترانسفير للنوزل، الهيت ترانسفير دي اقدر ان انا استفيد بان انا احولها لكاينتيك انرجي، لان الهيت اللي داخله بالتالي هتزود الانترنال انرجي بتاعت الفلويد، بالتالي هتتحول لكاينتيك انرجي قيمتها اكبر. والعكس لو انا بعمل هيت ترانسفير من الفلويد، وبالتالي الانترنال انرجي بتاعت الفلويد في الحاله دي بتروح في طريقين، طريق ان هي بتتحول لهيت اوت خارجه من السيستم بتاعي، بالاضافه ان هي بتتحول لكاينتيك انرجي، وبالتالي ده هيقلل الفلوسيتي بتاعت الفلويد اللي خارجه من النوزل. ده بالنسبه للاسئله الكونسبشوال في الجزئيه دي. طيب نشوف بقى احنا بنحل المسائل ازاي في الجزء ده. طيب قبل بقى ما نحل المسائل، جزئيه مهمه لازم نتكلم عليها. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها في النوزل والديفيوزر، ان مفيش اي ورك، ما بدفعش اي ورك في النوزل او الديفيوزر، وانا بعتمد على ان الكروس سيكشن هو اللي بيتغير، فبيغير لي فيه الخواص بتاع الفلو، مفيش اي ورك. تاني حاجه بالنسبه للهيت ترانسفير، غالبا في النوزل والديفيوزر بنعتبرهم اديابتيك، فبالتالي الهيت ترانسفير في النوزل والديفيوزر تقريبا بصفر، الا اذا هو قال لي فيه ترانسفير بقيمه معينه. فبالتالي اول حاجه او اول افتراض في النوزل والديفيوزر ان ال W بيساوي ال Q، قيمتهم تقريبا بزيرو، ال Q تقريبا بزيرو، طبعا ال work بتساوي زيرو. الحاجه الثانيه هنا هي البوتنشال انرجي، التغير في البوتنشال انرجي هنهمله، فبالتالي تقريبا قيمته بزيرو في سواء في النوزل او الديفيوز. المهم بالنسبه لنا هنا هو الكاينتيك انرجي، لان الديفيوزر والنوزل بيغيروا كتير في الكاينتيك انرجي، فبالتالي ما اقدرش اهملها في الحاله دي. وهنشوف في المسائل ازاي لما بنعوض في الانرجي بالانس ايكويشن ايه اللي بيحصل في الجزئيه دي. نشوف اول مسألة. المسألة 25 بيقول لي the diffuser in a jet engine is designed to decrease the kinetic energy of air entering the engine compressor without any work or heat interactions. مفيش اي work او heat interaction، يبقى W وال Q في المسألة هنا بصفر. Calculate the velocity at the exit of a diffuser. عايز يحسب ال velocity بتاعت ال exit في حالة diffuser when air at 100 كيلو باسكال and 30 سيليزيوس enter it with a velocity 350 متر على الثانية، وال exit state قيمتها 200 كيلو باسكال و 90 سيليزيوس. يبقى أنا عندي diffuser بالشكل ده، الكونديشن اللي داخله هسميها كونديشن واحد، والكونديشن الاكزيت هسميها كونديشن اتنين عشان نبسط على نفسنا. الكونديشن اللي داخله من الاتجاه ده البريشر بي واحد 100 كيلو باسكال، تمبريتشر تي واحد 30 سيليزيوس، والفلوستي في واحد 350 متر بير سكند. الـ exit condition الـ P2 قيمتها 200 كيلو باسكال والـ T2 قيمتها 90 سيليزيوس والـ V2 ده المجهول اللي هو عايز يحسبه. هنبدأ نحل المسألة. أول حاجة نطبق الماس بالانس، زي ما قلنا هنا شغالين على ديفيوزر، بالتالي ستيدي فلو ديفايس، فبالتالي الام دوت
اللي داخله ام دوت واحد بتساوي الام دوت اللي خارجه اللي هي ام دوت اتنين. طيب الانرجي بالانس بيقول ايه؟ الانرجي بالانس بيقول ان الاي دوت طبعا ستيدي، يبقى الاي دوت ان بتساوي الاي دوت اوت طالما هو ستيدي فلو. اذا في اي كيو ان او كيو اوت مفيش، يبقى الاي ان هي الانرجي بتاعت الفلويد اللي داخل، والاي اوت هي الانرجي بتاعت الفلويد اللي خارج. الانرجي هي عباره عن الاتش والكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي بتاعت الفلويد اللي داخل. قلنا البوتنشال انرجي التغير فيها بنهمله، فبالتالي ههمل البوتنشال انرجي اللي داخله والبوتنشال انرجي اللي خارج، فبالتالي الاي دوت ان هنا هتساوي الام دوت في الاتش ان اللي هي اتش واحد زائد الفي ان اللي هي الفي واحد سكوير على اتنين. الكلام ده بيساوي الاي دوت اوت اللي هي ام دوت في اتش اتنين زائد الفي اتنين سكوير على اتنين. نقدر نشيل ام دوت مع الام دوت، طالما الام دوت واحد بتساوي الام دوت اتنين بتساوي ام دوت، فبالتالي القيمتين قيمتهم بتساوي بعض، نقدر نطير الاتنين مع بعض. يبقى انا عندي ال h1 زائد ال v1 سكوير على 2 بتساوي ال h2 زائد ال v2 سكوير على 2. طيب بما اننا شغالين هنا على الهواء، والهواء يعتبر ايديال جاز، فبالتالي اقدر اشيل ال h واحط بدلها ال cp في ال t. يبقى انا عندي ال cp في ال t1 زائد ال v1 سكوير على 2 بيساوي ال cp في ال t2 زائد ال v2 سكوير على 2. السي بي بتاعت الهواء هو مديني هنا الهواء داخل ب 30 سليزيوس وخارج ب 90 سليزيوس، فبالتالي عشان اجيب السي بي لازم في الحاله دي اجيب السي بي عند الافرج تمبريتشر بتاعت البروسيس دي. بالتالي هنشوف كده، فانا عندي التي افرج هتساوي 30 زائد 90 اللي هي الاكزيت على 2، يعني بتساوي 60 سليزيوس. هندخل من التيبل اللي فيه خواص الهواء اللي هو تيبل A2B اللي احنا هنحسب منه قيمة السي بي، هلاقي قيمة السي بي بتاعت الهواء عند 60 سليزيوس بتساوي 1.7 كيلو جول لكل كيلو جرام كلو، بالتالي دي قيمة السي بي اللي انا هعوض بيها. يبقى اقدر اقول هنا السي بي اللي هي 1.7 في التي واحد اللي هي 30، نحولها لكلفن، يبقى 30 زائد 273 زائد ال في 1 سكوير 350 سكوير على 2. الكلام ده بيساوي سي بي 1.7 في ال تي 2 اللي هي 90 زائد 273، الكلام ده زائد ال في 2 سكوير اللي احنا عايزين نجيبها على 2. بالتالي هنلاقي من المعادلة دي المجهول الوحيد عندي هو ال V2، نقدر نحلها بالكالكوليتر ونحسب ال V2 هتطلع بتساوي 40.7 متر بير سكند. لازم ناخد بالنا من جزئية هنا، ان انا عندي الوحدة في الجزء ده السي بي في التي واحد 1.7 في كلفن، 1.7 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، مضروبة في كلفن يبقى كيلو جول لكل كيلو جرام. عندي هنا الوحدة بالمتر سكوير لكل ثانية سكوير اللي هو وحدته أو اللي بيكافئ الوحدة الجول لكل كيلو جرام، فبالتالي لازم أحول ده لكيلو جول أو أحول ده لجول. عشان أحول ده لكيلو جول لازم أضرب في المقام في 1000 أو أقسم القيمة على 1000 بحيث تبقى المعادلة دي وحدتها كيلو جول. نفس الكلام الناحية التانية، لازم أقسم هنا على 1000 قبل ما أحسب المعادلة، أطلع الـ V2 قيمتها بتساوي 40.7 متر بير سكند. دي كده المسألة 5 28. نشوف مسألة كمان على النوزل.
المسألة 25 بيقول إيه at 600 كيلو باسكال and 500 كلفن enters an adiabatic nozzle. adiabatic nozzle وبالتالي مفيش heat transfer, Q بتساوي 0 that has an inlet to exit area ratio of 2 إلى 1. نسبة ال cross section area بتاعة ال inlet لل exit بيساوي 2 إلى 1, بمعنى إن ال A inlet هسميها A1 على ال A exit اللي هي A2 بتساوي 2 على 1. دي كده الجبن. بيقول بعد كده داخل with wet velocity of 120 متر per second and leaves with a velocity of 380 متر per second. Determine the exit temperature and the exit pressure of air. يبقى أنا عندي نوزل بالشكل ده, النوزل الكروس سكشن بتاعها بيقل, هسمي ده كروس سكشن واحد وده كروس سكشن اتنين, الفلو داخل في الاتجاه ده. الكونديشن اللي داخلة ال P1 600 كيلو باسكال وال T1 500 كيلو والفوستي V1 120 متر بير سكند, وخارج هنا بفلوستي V2 380 متر بير سكند. ومن خلال الجيفن اللي هو مديهولي ال A1 على ال A2 بتساوي 2 على 1, اقدر استنتج ان ال A1 بتساوي 2 من الكروس سكشن اريا 2, او قيمته ضعف الكروس سكشن اريا 2. طيب نشوف الحل. أول حاجة نعمل ماس بالانس, طبعا الام دوت واحد بتساوي الام دوت اتنين بتساوي ام دوت, ثبتها بقيمة الام دوت ثابتة على النوزل كلها. طبعا هنا مفيش لا كيو ولا ورك, فبالتالي نطبق على طول الانرجي بالانس اللي بيقول ان الاي دوت ان بتساوي الاي دوت اوت, مفيش لا كيو ولا ورك زي ما قلنا, يبقى الاي دوت ان هي الماس او اللي هي الانرجي بتاعت الماس اللي داخله, والاي دوت اوت هي الانرجي بتاعت الماس اللي خارجه. زي ما قلنا في النوزل بنهمل البوتنشال انرجي, نهتم بس بالكاينيتيك انرجي مع طبعا التغير في الانثالبي, بالتالي الاي دوت ان هنا هتبقى الام دوت في الثيتا واحد بتساوي الام دوت في الثيتا اتنين, الام دوت تضيع مع الام دوت يبقى الثيتا واحد بتساوي الثيتا اتنين, الثيتا واحد اللي هي اتش واحد زائد الفي واحد سكوير على اتنين بتساوي الاتش اتنين زائد الفي اتنين سكوير على اتنين. علشان نحسب الـ exit condition, الـ exit temperature والـ exit pressure, يبقى المفروض نحسب قيمة الـ H2. طيب احنا عندنا الـ H1, ما عندناش الـ H1, نقدر نجيب الـ H1. انا عندي الـ condition 1 بتقول لي ايه, الـ P1 600 كيلو باسكال و الـ T1 500 كيلو. طبعا احنا هنا شغالين على الاير, الخواص بتاعه الاير نقدر نجيبها من تيبل ايه 17 عند الكونديشن المختلفه للتمبريتشر. هلاقي ان عند التمبريتشر 500 كلفن قيمه الاتش 1 بتساوي 503.2 كيلو جول لكل كيلو جرام, دي الاتش 1. اذا نقدر نعوض في المعادلة, نجيب ال H2 يبقى 503.02 زائد ال V1 سكوير اللي هي 120 سكوير على 2, ونضرب ال 2 في 1000 علشان نحول ال velocity أو نحول ال term ده كل الوحدة بتاعته بالكيلو جول عشان تبقى زي ال H. الكلام ده بيساوي ال H2 اللي احنا عايزين نحسبها زائد ال V2 اللي هي 380 سكوير على 2 في
الألف. من هنا نقدر نستخدم الكالكوليتر نجيب ال H 2 قيمتها هتساوي 438 واتنين من مية كيلو جول لكل كيلو جرام. من خلال معرفتي ليه ال H 2 بتساوي 438 واتنين من مية كيلو جول لكل كيلو جرام من تيبل A17، نقدر نجيب التمبريتشر T2 هتطلع T2 تقريبا، طبعا مش هنلاقي القيمة بالظبط، فبالتالي هنعمل الانتربوليشن ونحسب T2 هتطلع 436.5 كلفن. طيب كده جبنا T2 اللي هو المطلوب الايه، المطلوب ايه، المطلوب بيه عايز الاكزيت بريشر بتاع الهواء. عشان نجيب الاكزيت بريشر بتاع الهواء ممكن نجيبه عن طريق الايديال جاز ايكويشن، ال P بتساوي رو في ال R في ال T. يبقى بما ان ال air is ideal gas اذا ال P2 بتساوي رو 2 في ال R في ال T2. طيب احنا محتاجين علشان نحل الايكويشن دي لازم نجيب رو 2، ممكن نجيبها منين؟ ممكن نجيبها من الماس بالانس ايكويشن. انا عندي رو 1 في 1 اي 1 بتساوي رو 2 في 2 في ال A2. اذا رو 2 هتساوي رو 1 في 1 اي 1 على ال V2 في ال A2. اذا رو 2 بتساوي رو 1، ممكن نجيبها من الكونديشن رقم 1، معايا ال P1 وال T1 نقدر نجيب رو 1 بتساوي ال P على ال R في ال T، فال P1 على ال R في ال T1. الكلام ده موضوع في ال V1 في ال A1 على ال V2 في ال A2. لو عوضنا في المعادلة دي هلاقي إن عندي رو 2 بتساوي ال P1 اللي هي قيمته 600 كيلو باسكال على ال R اللي هي 287 من 1000 في ال T1 اللي هي 600 كلفن. الكلام ده موجود في ال V1 120 متر على الثانية في ال A1 اللي احنا قلنا في الأول ال A1 بتساوي 2 من ال A2، يبقى اشيل ال A1 واحط بدلها 2 A2. الكلام ده على ال V2 اللي هي 380 متر على الثانية في ال A2. طبعا هنا ال A2 تطير مع ال A2. هيتبقى لي القيم دي نعوض بيها في الكالكوليتر ونجيب قيمة رو 2، هتطلع بتساوي 2.2 كيلو جرام لكل متر كيوب. دي بالنسبة لـ رو 2. وبالتالي إذا نقدر نعوض في معادلة الأيديال جاز نجيب الـ P2 بتساوي رو 2 اللي هي 2.2 في الـ R اللي هي 287 من 1000 في الـ T2 اللي احنا طلعناها 436.5، تطلع قيمة الـ P2 275.68 كيلو باسكال. ده كده المطلوب التاني. كده تكون خلصت المسألة. إن شاء الله هتلاقي في مسائل زيادة محلولة في النوت بتاع المحاضرة، هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. لو في أي استفسار تقدر ترسلني على الواتساب على الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشة. تحياتي مهندس أحمد محمد السنكري.